دي مش اب تو الستاندرد، ولكن هنفهم انها الدايره بتشتغل ازاي عشان لما نيجي نحل اسئله نعرف نحل اسئله. عباره عن ايه الدايره؟ مش هفهم الدايره غير لو فهمت الالوان اللي مرسومه جوه. فاي حاجه باللون الاحمر دي ضغطها 3000 بي اس اي او الماكسيموم بريشر بتاع اليوري، هنفترض ان هو 3000. يبقى الاحمر ده الهاي بريشر. اللون الاورنج او البرتقالي اللي هتلاقيه موجود عندك تقريبا في الخط اللي بالعرض ده بس اللي هو بنسميه المانيفولد، ده تقريبا 1500 بي اس اي، ده ضغط المانيفولد. كلمه مانيفولد بالعربي يعني تفريع، زي اللي تشوف مانيفولد تفريعة اللي تشوف الستاند بايب مانيفولد تفريعة الستاند بايب. المانيفولد بتاع الاكيوميليتور يونت هي تفريعه عشان عليها كذا بلف، بيبقى مسؤول عن ان هو يوجه السائل بتاعي للرماد او للاتش سي ار، بيسموه المانيفولد. اللون الاصفر، اللون الاصفر ده زيرو بريشر تقريبا، البريشر بيبقى معمول له بليد على التانك. هي الخط باللون الاصفر هتلاقيه يا اما رايح على الريزرفوار او خارج من الريزرفوار. وفي شوية خطوط موجودة باللون الأزرق، دي بتكون خطوط هواء والضغط بتاعها مش ضغط ثابت، كل خط هواء بيكون ليه يعني ضغط معين حسب الفانكشن اللي أنا عايز أعملها بالخط ده بالظبط. لو عايز أشغل ضغطات الهواء فأنا محتاج مثلا مينيموم 60 بي اس اي، لو أنا عايز خط الهواء ده أحرك بيه دراع فمحتاج ضغط معين برضه حسب الدراع ده بيحتاج يتحرك بضغط قد ايه. خطوط الهواء مش مهم اعرف كل خط ضغط كام. طيب نمسك الدايره ببساطه من اول البامبات. هنمسك البامبات بتوعنا زي ما اتفقنا، عندك كام مصدر طاقه؟ مصدرين، مش شرط يكونوا مختلفين لكن المهم يكونوا مستقلين. عندي مصدرين للطاقه اللي هم البامبين دول، والبامبين كل خط ليه خط سحب وخط طرد، كل بامب ليها خط سحب وخط طرد. خط السحب هتلاقيه باللون الاصفر وخط الطرد هتلاقيه باللون الاحمر. لو بصينا هنا على الرسمه هتلاقي خط السحب هو باللون الاصفر تحت، وداخل خارج منه خط احمر اللي هو الطرد 3000. نفس الكلام في البامبات اللي بنسميها البامبات البيوماتيك او البامبات اللي بتشتغل بالهواء، هتلاقي ان هي خارج منها خط طرد باللون الاحمر والسحب بتاعها تحت موجود باللون الاصفر. البومبين عاملين زي البامبس اللي موجوده في البريمه، بيسحبوا من خطوط مختلفه ولكن في الاخر بيطردوا على خط واحد. فالبومبين دول بيسحبوا من خطوط مختلفه وكل واحده فيهم لها خط طرد، بس خطوط الطرد دي بتتجمع في الاخر انها تروح تشحن الاسطوانات بتاعتي وتشحن باقي الدايره كلها بالماكسيموم بريشر اللي هو 3000. يبقى الاسطوانات عندي بتتشحن بال 3000 والدايره كلها بتتشحن بالماكسيموم بريشر، ولما الضغط بيوصل 3000 المفروض البمبات دي تقف. طب ايه اللي هيوقف البمبات؟ سويتش. اكيد في كل بمب عليها سويتش، لو بمب كهرباء يبقى عليها الكتريك سويتش، لو البمب دي هواء بيبقى عليها اوتوماتيك اللي هو النيوماتيك بريشر سويتش اللي موجود على الـ. طب لو السويتشات دي بايظه، مش وارد يكون مظبوط غلط او بايظ او في مشكله، البمبات هتفضل شغاله مش هتفصل. طب لازم يبقى عندي سيفتي تاني موجود في التاج، حاطين هنا سيفتي تاني اللي هو اتعلم عليه ده، وده بنسميه الريليف فالف. وظيفه الريليف فالف ده ان هو جاي مظبوط اصلا من المصنع على 3300 بي اس اي او 10% اضافه الماكسيموم بريشر، عشان لو السويتشات ما فصلتش الريليف فالف ده يبقى عامل زي البومبو فالف كده اللي موجود على المطبخ، عند ضغط معين يقف. الفرق بس ما بينه وما بين البومبو فالف بتاع البامب ان البومبو فالف بتاع المطبخ لما بيضرب ضغط البامب بيبقى كام؟ لا بينزل لكام؟ بينزل لتحت خالص، ينزل لزيرو. ده مش كده، ده بيبقى مظبوط على 3300. لو الضغط هيعدي ال 3300 هو بيفضل محافظ على 3300، يعني ما بينزلش لزيرو، يفضل محافظ على ضغط الدايره. اي ضغط زياده بس هو بيبلغه ويرجعه تاني على الريزرفوار.
عشان كده هتلاقي الريليف فالف ده داخله من تحت خط احمر وخارج منه اصفر. يبقى الخط الاحمر عشان يحس بضغط الدايره والخط الاصفر عشان يبلد اي حاجه زياده على الريزرفوار. اتفقنا الخطوط الصفراء يا اما خارجه من الريزرفوار يا اما داخله على الريزرفوار تاني. طب خلاص انت شحنت الدايره والبامب وقفت سواء السويتش او الريليف فالف موقفه بالضغط. نيجي بقى للمعده اللي متعلم عليها دي اللي هي بنسميها ريجليتور. لو بصيت على الريجليتور هتلاقي داخله خط احمر خارج منه خط برتقاني وخارج منه خط الاصفر. يعني داخله من الشمال اهو خط احمر ثلاث داخلين عليه وهو عشان منصب عشان ريجليتور فبيخرج منه من الناحيه الثانيه خط برتقاني يعني كام بريشر؟ 1500 وبيتبلد الفرق ما بين الاثنين اللي هو كميه الزيت البسيطه يبتدي ترجع تاني على الريزرفوار. واخد انا بقى الخط اللي خارج اللي هو الخط البرتقالي ده ابتدي ادخل الخط البرتقالي ده على المانيفولد ذات نفسه. طبعا في حاجه احنا فوتناها في النص هنا بس هنرجع لها تاني. خارج منه 1500 1500 دول بعيدهم على المدى عشان اشغل الرامات واشغل الاتش سي ار والبليد ده اللي هو الفرق ما بين ال 3000 وال 1500 يبقى في شويه زيت صغيرين كده بيرجعوا تاني عندي. ده بالنسبه للرامات والاتش سي ار. طب ما هو عندي حاجه ثانيه الانر جايبه الريليتور لوحده. ليه؟ على راسه ريشه الانر بتاعها جايب له بريشر مختلف ممكن احتاج له في وقت من الوقت 500 600 1000 300 حسب ايه طيب؟ حسب المواسير سايز المواسير. واتكلمنا كمان ان انا لو بعمل ستريبنج بحتاج ان انا اقلل الضغط شويه بتاع الانرك اخليه اقل بريشر يقدر يعمل لي سيل عشان التور جوينت تعدي وعشان المواسير نفسها تعدي. فانت حسب الاوبريشن اللي انت بتعملها حسب السايز اللي انت قافل عليه تحتاج تلعب في ضغط الانرك. فجايب له ريجليتور لوحده. الريجليتور ده شبه الريجليتور بتاع المانيفولد بس بيشتغل زي موتور هواء. ممكن تظبطه طبعا من على الفلور لو عايز او من عند البوشر طريق الريموت بالانس اللي لسه هنتكلم عنه. طيب في بقى البتاع اللي احنا عدينا حاجه كده عدينا عليها وما اتكلمناش عليها اللي هو اللي بنتكلم عليه دلوقتي اللي هو بنسميه الباي باس. كلمه باي باس يعني بتخطى حاجه او بتعدى على حاجه. ده بيتعدى ايه الباي باس ده؟ الباي باس ده بلف هو طول الوقت مقفول. انا ما بستخدموش خالص. او حاجه محتاجه حاجه بيحول الاكيوليتور على المانيفولد. اه لا لو انت عايز تدخل ضغط الاسطوانات كله على المانيفولد يعني عايز تتعدى الريجليتور عشان اقفل الشير رام عشان الرام مش عامله فولت فعايز اديها بشر زياده فممكن ان انا اروح فاتح الباي باس كان كده مفيش ريجليتور خلاص الريجليتور مالوش لازمه. هتاخد الضغط بالظبط اللي موجود جوه الاسطوانات ايا كان هو كام هترميهم على المانيفولد. لو الاسطوانات فيها 3000 هترميهم على المانيفولد. الاسطوانات فيها 2800 هتعملهم على المانيفولد. عشان كده لو بصيت على الباي باس هتلاقي هو داخل له وصله من الريجليتور لو خدت بالك اهو على الشمال هنا داخل له وصله برتقالي بس في نفس الوقت داخل له من تحت وصله حمرا. فانت طول ما انت قافله انت قافل السلك على الاحمر وفاتح السلك على البرتقالي البرتقالي يخش على المانيفولد. وده الطبيعي اثناء الاوبريشن انت بتبقى اوريدي قافل الباي باس. عايز بقى ان انت تشغل الباي باس تروح فاتح الباي باس خلاص كده السكه جايه من الاحمر والبرتقالي كانه ما مش لازم يخلي المانيفولد كله محتاج. ده بالنسبه للدايره كده تعتبر الدايره بس سهله ولا سهله؟ مفيش حاجه دايره بسيطه خالص. نيجي للهواء نيجي للهواء بقى ايه لازمه الهواء؟ عايزه ليه انت في الدايره؟ واحد عشان البمبات صح ماشي. ايه كمان؟ ايه لازم في الهواء تاني؟ يشغل الريموت بانل. الريموت بانل اللي عند التربوشر او عند الحفار او عند التبريمان ايا كانت عندك كام واحده في البيت لازم يكون عندك على الاقل اثنين
مثلا الراجل البروبوشر ده او الراجل الحفار عايز يقفل الرام، هينزل بقى من عليك فلور لحد تحت خالص عشان يقفل الرام بايديه، عايز يقفلها من فوق، فبيبعت سيجنال، السيجنال دي بتوصل على البيستون ده اللي هو بنسميه سيجنال فورورد فالف، بيبقى عليه بيستون. البيستون ده يبتدي هو ياخد سيجنال الهواء من الخطين الصغيرين دول، يا اما يقفل يا اما يفتح، فدي فايده كمان للهواء. طيب ماشي، ايه كمان بحتاج عشان الهواء؟ ممكن احتاج الهواء علشان، بس ده مش في كل البراميل، العدادات نفسها اللي موجوده عند الحفار فوق ساعات بتبقى عدادات داخل لها خط هواء عشان العدادات دي تقفل. الحفار لو عايز يعرف مثلا المانيفولد بريشر 1500، مش باخد خط 1500 ادخله على كابينه الحفار، انا باخد من ال 1500 اللي في اليونت بدخل خطوط الهيدروليك على حاجه اسمها ترانسديوسر او ترانسميتر، بتحول لي ال 1500 بي اس اي لشويه هواء صغيرين، باخد انا خط الهواء ده ادخله عند الحفار فوق يقرا، او ادخله عند الدبوشر في المكتب يقرا، ومعمول كالبريشن للعداد ان هو يقرا يعني يفهم شويه الهواء دول يعملوا على عداد 1000 ونص او يعملوا على عداد 3000. بس طبعا في براريم، الكلام ده دلوقتي الكتروني كهرباء، فمش شرط ان هو يكون موجود، بس في بعض البراريم لسه ما عندوش الهواء، فهنلاقي براريم كتير بس الهواء دي. يبقى الهواء للبمبات، الهواء للبيستون، الهواء للعدادات، كل دي فوائد بستخدم عشانها. الهواء للريجوليتور بتاع الانلر، لو بتشتغل بالهواء ريجوليتور الانلر ده قلنا ان هو شبه الريجوليتور بتاع المانيفولد، بس العصفوره بتاعته بدل ما انت بتتحكم فيها بايديك ممكن تتحكم فيها من عليك فلور او تتحكم فيها من عليك البوشر. الهواء برضه الريجوليتور بتاع الانلر كانه هو اللي بيتحرك او بيحرك العصفوره بدل ايديك. كل دي فوائد ده طبعا شكل الريموت بانل، ممكن تبقى الريموت بانل عندك زي اللي كانت جوه في السيميليتور، الريموت بانل كامله وفيها دراعات تقفل وتفتح، او زراير، او لو البريمه هاي تك شويه بتبقى تاتش سكرين زي الموبايلات دلوقتي تاتش، بس سواء كانت كده او كده او كده لازم بيكون عندك حاجه اسمها الماستر بوتون او الماستر بلف او البوش بوتون، يكون موجود شغال لك البانل. لو انت حاولت ان انت تقفل اي حاجه او تفتح اي حاجه من غير ما تدوس على الماستر ولا كانك بتعمل حاجه. ليه طبعا مين الماستر ده؟ عطل الخلاصات. عشان يعني تاخد لك جزء من السنه انت تعمل ايه مثلا؟ يديك فرصه تفكر، يستخدم ايديك الاثنين، مش اي حد معدي جنبك كده يروح دايس على زرار قفل لك رام ولا فتح لك رام. واحد لسه مثلا جديد ترينيه، او واحد جاي فيزيت ما يعرفش حاجه، مش عارف الزرار ده ايه اهميته او ايه خطورته، راح قافل لك شيل رام ولا قافل لك بي بي وانت مشغل البامب. فعامل يعني كنوع من انواع السيفتي، انت بتستخدم ايديك الاثنين وفي نفس الوقت فعلا بيديك فرصه ان انت تفكر. ده كمان مش بس كده، ده الشيل رام بيبقى عليها بروتكشن زياده، بيبقى عليها كفر زياده كمان بتغطي، علشان لما تيجي تستخدمها انت متاكد يعني تشيل رام هتفتح الكفر وهتدوس على الماستر وهتقفل، فانت واثق ان انت قاصد تعمل ده، حاطين كفر زياده او بروتكشن زياده عشان يفرق. فده وظيفه الماستر. لو انت البانل بتاعتك بتشتغل بالهواء، فالماستر يعتبر ان هو بيدخل الهواء على الدراعات بتاعتك. لو انت البانل بتاعتك بتشتغل بالكهرباء، يبقى انت لما بتدوس على الزرار يعتبر انت كانك وصلت الكهرباء على باقي الزراير. لو انت دي تاتش سكرين، يعتبر ان الماستر ده بيشغل التاتش سكرين عشان تعرف تتحكم في الزرار، فهو بيشغل لك الريموت بانل. الماستر برضه دي الوظيفه بتاعته. اخر بقى حاجه ناخدها اللي هو فكره العمل بتاع 3 بوزيشن 4 واي فالف. 3 بوزيشن 4 واي فالف هو من اسمه كده 3 بوزيشن. ايه هم؟ ثلاث اوضاع. فتح وقفله في النص اللي هو نيوترال او جنون ساعات عليه وضع البلوك. بلوك. نيوترال او بلوك. طب الفور واي؟ ايه الفور واي دول بقى؟ 3 بوزيشن عارفينه. الفور واي بقى؟
بس هم موجودين عندنا في الرسمه دي. لو بصينا كده هتلاقي السكه دي باينه هنا واضحه قوي. شايف الخط اللي على اليمين خالص ده تحت كلمه كروز؟ يبقى ده خط بيحول سكه السيتي يوديها على خط الكروز، وخط الكروز ده انت بعد كده تقدر تركبه على اليمين. ادي سكه. وفي واحد زيه الناحيه الثانيه بس مش باين عشان حته الحديده دي بتاع جوه، يبقى دي ادي كده سكتين. وفي واحد ظاهر واضح قدامنا قوي اهو نازل على ريزرفوار تبريد او زيت. وفي واحد مش باين في ظهر الدراع ده، لو بصيت كده شايف ده يعني حاجه زي كده موجوده ورا الدراع ده، جاي من المانيفولد، يعني من المانيفولد نازل على الدراع، من السبلاي بتاعك نازل على الدراع. يبقى انت عندك اربع اتجاهات موجودين يتحكموا لك في اتجاه الزيت، بياخد من السبلاي ويا اما يوديه على الكلوز يا اما يوديه على الاوبن، او لما بتحتاج ان انت تعمل بريد بينزله لك على الريزرفوار. طب لو انا بقفل الريب ايه اللي انت بتعمله؟ بتروح دايس على الماستر بار بتاعك، بتروح جايب الدراع او دايس على الزرار على خط الكلوز، يبتدي الزيت يجي من المانيفولد بضغط كام؟ 1500، يمشي في خط الكلوز، يروح على الكلوزنج جامبر بتاع الرام اللي هي بتاع الظهر اللي بتدوره بالبي ار سي، ادي 1500 ماشي في خط الكلوز يروح هنا، والزيت اللي كان فاتح الرام يرجع في خط الاوبن يروح فين؟ يروح على الريزرفوار. صاروا بيه في الريزرفوار. طب العكس، انت كنت قافل الرام وجاي دلوقتي عايز تفتحها، جبت الدراع على خط الاوبن، يبتدي الزيت يجي من المانيفولد، ياخد زيت جديد من المانيفولد بالضغط 1500 يوديه على خط الاوبن. طب والزيت اللي كان قافل الراب يرجع في خط الكلوز على الريزرفوار يتبلد. طب لو انت على الوضع ده، وضع الاوبن، وضع ده بالمنظر ده كده، او على وضع الكلوز، واضح كده ان دايما في خط عليه بريشر وخط تاني ما عليهوش. يعني لو انت قافل الراب خط الكلوز عليه بريشر، الاوبن ما عليهوش. لو انت فاتح الرام خط الاوبن عليه بريشر، الكلوز ما عليهوش. طب لو انا عايز مثلا افتح بوابه الرام، او عايز اعمل بوف، او عايز اعمل صيانه، محتاج ان انا برد الخطين. لو جبت الدراع على وضع الدروب انا كده ما عملتش، او وضع النيوترال انا ما عملتش وضع الفل ونفتح بوابه. ما انا جاي لك بقى نمشي واحده واحده. وضع النيوترال او وضع البلوك كل اللي هو بيعمله ان هو بيعزل لك الخطوط عن بعض بالمنظر ده. بدل ما كان السبلاي واصل بالكلوز والاوبن واصل بالريزرفوار، لا ده هو خلى السبلاي مش واصل بحاجه، قفل المحبس العمومي، وخط الكلوز البريشر اللي كان جواه ما زال جواه بس معزول قفله، وخط الاوبن قفله، والبريد سايبه مفتوح كده. فانا كده اللي كان على البريشر الاوبن، يعني لو في اوبن لو انت جايبه على الاوبن والدراع على النيوترال، كان على الاوبن وجبته على النيوترال انت ما بلدتش حاجه، يبقى البريشر في الاوبن زي ما هو. بس البريشر موجود محبوس ما بياخدش جديد من السبلاي، بس موجود في الخط ما بقاش زيرو. والناحيه الثانيه الخط اللي هو بتاع الكلوز هو عليه زيرو، بس يعني كده كده هو زيرو. والعكس لو كان انت عامل كلوز وجبت من الكلوز على البلوك، فخط الكلوز اللي كان عليه 1500 هو ما زال عليه 1500 برضه ما بلش. طب اعمل ايه؟ انا عايز ابلد. هضطر كده ان انا اعمل بقى زي ما انت بتقول كده. اول حاجه هعملها ان انا هعزل بمباتي خالص. هقفل عليها واقفل على دي على الاسطوانات بتاعتي، مش محتاجهم انا في الشغل دلوقتي خالص. والمفروض ان في الدايره بتاعتي بيكون في بليد فالف اقدر ابلد منه المانيفولد لو عايز. يعني لو رجعنا لرسمة الدايرة بتاعتنا، اهو شايف النيد البالز دي، ممكن ابلد السبلاي. فانت كده خلاص السبلاي بلد، بس بتبقى قافل، انت ما زال خط الخط نفسه عليه بريشر، بس السبلاي بلد، لكن الخط نفسه عليه بريشر. طب عايز ابلد الخط نفسه، هجيبه مره على الاوبن مرة على الكروز، بحيث ان انا اضمن ان الزيت اللي في الاوبن رجع والزيت اللي في الكروز رجع،
طب انا كده بلدت الخطوط، عيش حياتك، صلح اللي انت عايزه، وبعد كده لما تخلص بقى ارجع اكتب الكلام ده وصلح ونرجع وشك تاني.